دكتور علي حسن، مرحبا بالإمارات اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي. طبعا الدكتور علي حسن من المستشفى السعودي الألماني بالشارقة، وهو اختصاصي جراحة عامة وجراحة مناظير. اليوم رح يكون موضوعنا عن الحالات الجراحية الطارئة. فدكتور عندك ممكن سهلا معكم الدكتور علي حسن، أنا أخصائي جراحة عامة ومناظير وجراحة طوارئ. حاليا انا المدير الطبي في المستشفى الالماني السعودي في الشارقه. طبعا المشفى تبعنا مشفى جديد بالشارقه، راح يفتح خلال او فتح خلال هاليومين ثلاثه، راح يكون شغال. طبعا المستشفى بيقدم بالنسبه للحالات الامرجنسي، عندنا امرجنسي 24 ساعه، في عندنا كل العمليات الجراحيه. طبعا المشفى متكامل، كامل الاختصاصات موجودة عندنا. وطبعا اليوم رح نتكلم شيء بيتعلق بالطوارئ بشكل أساسي، رح نتكلم بشكل خاص للحالات اللي هي الحالات الجراحية اللي بتجي على الطوارئ، كيف بتم علاجها وشو الحالات اللي بنشوفها وشو فينا نحن نعمل للمرضى كجراحة ضمن الطوارئ أو الإمرجنسي. دكتور طب يعني تشرح لنا بشكل اكبر، لانه بالنسبه لي يعني الامرجنسي هي اذا كنت جايني قريب، اذا كان عندي زكام يعني بجوز روح على الامرجنسي. طيب صدري شوي عم يجعني بجوز روح على الامرجنسي. فاللي فهمته منك انه لا، احنا الامرجنسي هي الحالات الطارئه الجراحيه غير شيء، فمعلش نتوسع فيها شوي. طيب موضوعنا اليوم راح يكون عن الحالات اللي بتجي على الامرجنسي وبتحتاج تداخل جراحي او عمل جراحي، مثل التهاب الزائده، التهاب المراره، انسقاب الاحشاء، الحالات طبعا اللي بتكون هي خطيره فعلا وفعلا امرجنسي بتحتاج لعمل جراحي خلال وجود المريض ضمن المشفى. طبعا هي الحالات ما قليله، يعني هي الحالات شائعه بالنسبه اذا اخذنا المرضى اللي بنعمل لهم ادمشن بالمشفى او قبول ضمن المشفى، حوالي نصف او اكثر من نصف المرضى بالاخير راح يكونوا بحاجه الى عمل جراحي. طبعا ليش هذا الموضوع رح نحكي عنه ضمن هاي المقابله. طبعا بس خليني اقطع دكتور، يعني ممكن متابعينا يبعثوا اسئلتهم اذا في عندهم اي اسئله على الموضوع. احنا موضوعنا عن الحالات الجراحيه الطارئه، يعني في حال راح المريض على المستشفى في عنده حاله جراحيه طارئه، فاحنا رح نشرح له شو الاجراءات وشو لازم يساوي وشو الممنوع وشو المسموح بهي الموضوع كلياته. فممكن يبعثوا لنا اسئلتهم شو ما كانت على الفيسبوك الامارات اليوم او التويتر الامارات اليوم او الانستغرام الامارات اليوم. طيب تفضل. هلا فيكم تبعثوا كل اسئلتكم او الاسئله المتعلقه بالموضوع، كل شيء بيتعلق بالعمليات الجراحيه ضمن الطوارئ. يعني المرضى اللي بيجوا بمرض خطير وبيحتاج لعمل جراحي مباشره، اي اسئله حول هذا الموضوع طبعا فيكم تطرحوا اونلاين مباشره مع الامارات اليوم. طبعا دكتور علي رح يجاوبكم بكل طبعا ان شاء الله. اما بالنسبه للمشفى تبعنا، فالمشفى السعودي الالماني بالشارقه، فالطوارئ مجهزه انه نحن نستقبل الحالات الجراحيه اللي بتحتاج تداخل جراحي طبعا خلال وجود المريض ضمن المشفى. طبعا ليش بنتكلم كثير عن حول هذا الموضوع؟ الموضوع هذا موضوع بيمثل الحالات غالبا هي حالات خطيره. طبعا ليش خطيره؟ لانه المريض بيكون ضمن حاله، اول شيء هو جاي على الطوارئ يعني حاله امرجنسي، ثانيا هو بده يحتاج لعمل جراحي، ممكن تكون المعده تبعيته طبعا ممتلئه بالطعام، ممكن يكون القولون ممتلئ. الشيء الثالث طبيعه الكيس نحن او الحاله اللي نحن امرجنسي او طارئه، انه المريض ممكن يكون عنده امراض ثانيه تاثر على العمل الجراحي. والشيء الرابع هو انه الحالات الامرجنسي او الطارئه لازم تنعمل خلال فتره معينه، مثلا ساعات او حتى احيانا اقل من ساعه، ممكن احيانا تمتد لساعات طبعا حسب المرض. ورح نشرح هذا الموضوع طبعا بالتفاصيل لاحقا ضمن الانترفيو. طيب دكتور معلش سؤال، يعني هو من الاماره فيهم هو السؤال، شو الحالات الجراحيه الاسعافيه اللي ممكن تحصل؟ يعني اعطينا حالات معينه. يعني طبعا هلا الحالات اللي اكثر شيوعا نحن بنشوفها هون بالامارات او بنشوفها ضمن الامرجنسي بتحتاج فعلا عمل جراحي، بنلاحظ هي التهاب الزائده الدوديه عند الكبار، بنشوف ايضا الفتوقه واختناقه، طبعا بنشوف احيانا انسداد الامعاء
واللي بيحتاج تداخل عملية طبعا بسموها عملية فتح بطن أو عملية لابريتومي. طبعا بنشوف العمليات النسائية مثل نسميه بسموها انفتال أو انفتال المبيض أو انفجار كيسة مبيض. طبعا في عنا حالات تتعلق بالقرحة الهضمية اللي هي انسقاب القرحة الهضمية أو نزف القرحة الهضمية. طبعا رح أنا أمشي على كل موضوع ونحكي عنه شوي، لأنه طبعا ما في واحد منا إلا عنده حدا من أقربائه أو حدا بالعائلة صار معه هيك حالة، ولازم يكون عنده بعض المعلومات حول هاي الأمراض. كتير أنا لاحظت خلال خبرتي بالطوارئ وبالجراحة أنه في مرضى كتير وقت بصير معه حالة طبعا هني ما بيكونوا مهيئين يكونوا عنده مستعدين لعمل جراحة، فالمريض مباشرة بصير عنده نوع من ردة فعل أنه معقول أنا أحتاج عمل جراحي. طبعا هي الحالات وقت تحتاج عمل جراحي بكون العمل الجراحي هو منقذ للحياة، ولازم المريض يأخذ قرار خلال فترة قصيرة وإلا حياته نفسها رح تتأثر. لذلك من المهم أنه كل إنسان يعرف شو هي الحالات ويعرف بعض المعلومات عنها، الإنس لا سمح الله صارت معه يعرف وين يروح وين المشفى لازم يروح وأيمت لازم يعمل العمل الجراحي. اما بالنسبه نكمل بالنسبه للاعمار، طبعا هي الحاله ممكن تصير مع اي عمر، ممكن الانسان اللي عمره يوم واحد واللي عمره 100 سنه يصير معه مرض او طارئ انه يروح على الطوارئ ويحتاج عمل جراحي. ولكن حسب الاحصائيات وحسب الدراسات اكثر الحالات هي موجوده بعمر ال 40 ل 50 سنه او بالتحديد بعمر ال 45 سنه. يعني دكتور ما في فرق بالطوارئ بين الاطفال والكبار؟ طبعا لا طبعا لا، يعني كمعامله نفس المعامله، لا سمح الله في حال احتاج الشخص اللي جاي على الطوارئ انه يسوي عمليه. طبعا هلا بالنسبه للاطفال طبعا الامراض بتختلف عن الكبار، يعني بنشوف نحن انه مثلا عند الاطفال عندهم بعض الامراض موجوده تجي بشكل طارئ او بشكل اسعافي اكثر من الكبار. عند الكبار مثلا وقت بصير واحد عمره 30 او 40 او 50 بيكون لانه اوريدي هو يعني عامل عمليات مسبقا، بنشوف نحن مثلا التصاقات الامعاء واللي هي كثير منتشره وبتعمل انسداد بالامعاء، فانسداد الامعاء مرض خطير جدا، طبعا بنشوفه نسبه اقل عند الاطفال. دكتور في عنا سؤال بلشت تتوارى الاسئله على التويتر. بالنسبه لعمليه الركبه الفات يعني عن طريق طوارئ وعمل عملية ركبة بالرجل اليمين. تمام. فيعني هل صحيح انه لازم يفوت على عمليات دغري ولا لا؟ هلا حسب نوع الإصابة. هلا الإصابة هي كسر؟ هل رباط صليبي عم بيقول أو شيء كذا؟ هلا بالنسبة للرباط الصليبي، هلا الرباط الصليبي غالبا مش بحاجة لعمل جراحي طارئ. طبعا هلا شو معنى طارئ أو إمرجنسي؟ المفروض يكون هل هو خلال ساعة، الهم هو خلال ساعتين، أم خلال 24 ساعة. هلا في حالات معينة مثل انسقاب بالأحشاء أو انسقاب القرحة مثلا، هي العملية لازم تنعمل خلال ساعة أو ساعتين، ما بصير تتأخر كتير كتير، كل ما تأخرت طبعا بزيد الريسك. أما مثلا في عمليات مثلا المريض معه انسداد أمعاء جزئي ممكن ننتظر عليه 24 ساعة. في عمليات مثل تمزقات الأربطة ضمن الركبة طبعا تنعمل خلال 24 ساعة. طبعا هو أخصائي العظام ممكن يجاوب بدقة أكثر مني، بس طبعا نحن الجراحة بندرس كل العمليات الجراحية، بس بشكل عام إنه تنعمل خلال 24 ساعة كتير وارد وما في أي خوف من الموضوع. طبعا إلا إذا ترافقت ببعض الحالات، والدكتور طبعا الموجود بالطوارئ كجراح هو الوحيد اللي بيحدد إنه فعلا هي لازم تنعمل خلال ساعة أو تنعمل خلال 24 ساعة. طبعا حسب إذا كان في عندنا نزف معه، هل هو في مي معه مجمع مثل الفلويد بتجمع ضمن الركبة. دكتور معلش لح نعذرك إنه تفضل نمشي خطوة خطوة، يعني أنا حابب المتابعين يعرفوا كيف من أول ما يوصلوا لباب المستشفى لا يتاخذ القرار للكشف، لا بعدين يتاخذ القرار بعدين يفوت على غرفة العمليات، يعني خطوة خطوة معلش يعني. طبعا هلا بشكل عام أي مريض بيجي على الإسعاف فرضا بالمشفى السعودي الألماني بالشرق، أولا في طبيب الطوارئ موجود، طبعا طبيب الطوارئ موجود 24 ساعة سواء كان هذا الطبيب، طبعا هو طبيب الطوارئ هو بالاصل هو طبيب عام بيشوف كل الامراض ومتخصص بالطوارئ. الغير جراح الغير جراح تمام احنا غير جراح تمام. هلا طبيب الطوارئ غير الجراح طبعا هو ما له اختصاص في جراحه، طبعا بيفحص المريض بيعمل له مثلا تحاليل ممكن يعمل له تصوير
بعدين بحدد انه المريض بحاجه لاستشاره طبيب جراحه. طبعا طبيب الجراحه موجود 24 ساعه. فصار في عنا طبيبين. انا اسف عم اقاطعك بس يعني بس مشان في دكتورين طبعا. اي مريض طبعا بيشوفوا دكتورين. دكتور الجراحه هو اللي بيحدد شنوع الاصابه، بيعمل شيء اسمه تشخيص المرض، وبعدين بيحدد انه شو العمليه لازم تنعمل، وبيحكي مع الاهل او بيخبر الاهل انه لازم نعمل كذا كذا كذا. هلا الشيء الثاني انه ممكن المريض يحتاج بعض التشخيص مثل مثلا تصوير الطبقي المحوري او تصوير بالرنين المغناطيسي، طبعا اللي بتاخذ احيانا ساعه او ساعتين. في بعض الحالات النادره واللي هي حالات بتكون خطيره فينا نقول عنها، واللي هي مثلا مثل الاصابات الوعائيه او الاصابات النزف، يعني الجلطات. في شيء اكثر من الجلطات اللي هي مثلا تمزق الشرايين، بصير بالعربي كنا نسميها اندم او انوريزم. طبعا هي طبعا خارج النطاق حكينا، لانه هي عباره عن حالات سوبر امرجنسي، وبتجي هي لازم تعمل العمليه خلال دقائق. وهون ما عم نحكي طبعا نحن عن الحوادث والاصابات، لانه الحوادث طبعا بسموها هني بالطب تروما، الا يعني فرع خاص فيها، وطبعا لها حديث كامل مختلف عنه. نحن عم نحكي عن حالات الطوارئ اللي بتصيب المريض وما هي متعرض لحادث سياره او سقوط او مشاجره مثلا او اصابه بسكين او. فطبعا هي الحالات هي فوات الدكتور الجراحه بيشوف المريض بالطوارئ. طبعا الدكتور الجراحه بيشوف المريض بالامرجنسي بالطوارئ، بعدين بيحدد هل هو معه زايده، هل هي الزايده ملتهبه ام لا، هل هي المراره ملتهبه وراح تنفجر ام لا، او هل المريض معه التصاق امعاء او مسدي امعاء. طبعا بناء عليه راح يناقش الموضوع مع الاهل وبيحدد لهم هل العمليه يفضل تنعمل خلال ساعة أو ساعتين أو 24 ساعة، طبعا ضمن الإمكانيات الموجودة ضمن كل المشفى. طبعا نحن طبعا المشفى السعودي الألماني نتلقى كتير حالات تم تحويلها من مشافي تانية. السبب أنه في مراكز مثلا في مشافي كتير ومراكز صحية بيكون الإمكانيات اللي عندهم أقل. مثلا نحن العمليات الكبيرة اللي بتحتاج عملية، بس أنا خليني سؤال، يعني الكادر الطبي ولا التجهيزات؟ الاثنين سوا. في بعض المشافي عندهم اختصاصات ما بتكون موجوده بمشافي ثانيه، بالاضافه للكادر للتجهيزات. يعني مثلا اهم شيء هي غرفه العنايه المشدده او الاي سي يو المفروض تكون مجهزه. الشيء الثاني واللي هو مهم عند الاطفال مثلا، هل عندهم هن اي سي يو خاصه بالاطفال حسب اذا عمل العمل الجراحي يتم تغطيه الموضوع. طيب يعني القرار يؤخذ خلال ساعات تقريبا معددة، يعني ما بياخذ القرار يوم كامل أو طبعا لا طبعا لازم يكون في قرار خلال ساعات، يعني طبعا بعد ما يساوى التشخيصات الأولية زائد الفحوصات. يعني طبعا هلا نحن بالنسبة الوقت مهم جدا بالعمل الجراحي بالحالات الجراحية بالطوارئ. فمثلا في حالات جراحية تنعمل مباشرة، حتى في بعض الحالات نحن مندخلها خلال أقل من ساعة على العملية. في عمليات مثلا مثل التهاب الزايدة نحن نأخذ وقت أنه نعمل التشخيص، نتأكد أنه التشخيص صحيح. في بعض الحالات بنحاول نحن نوقف حالة المريض أنه يكون طوارئ أو إمرجنسي. مثلا بيجانا مريض الفتق عنده مختنق، بيقولوا له طبعا معناتها مختنق أنه الفتق ما عاد يرجع للوضع الطبيعي. طبعا بنحاول نحن بنقول او الدكتور بيقولوا للمريض نحن بنحاول نرجع الفتق، بس طبعا ما بيرجع، ساعتها بنقرر العمل الجراحي. لذلك في فتره طبعا مختلف حسب المرض. طبعا في متابعنا حمد واكثر من متابع عم بيسالونا عن شو موضوع اليوم. نحن موضوعنا اليوم مع عن الحالات الجراحيه، عن الحالات الجراحيه الطارئه، يعني بالعاميه وقت الواحد الشخص المريض بيروح على المستشفى يفوت من باب الطوارئ، ف متى انه يحتاج يروح على العمليات، متى بيروح انه لازم يعمل عمليه او لا او يعني لا. هذا الموضوع اليوم. في عندنا مروه من الفيسبوك عم تسال بالنسبه للنزيف الداخلي بسبب انفجار كيس المبيض، طبعا شو بتنصحها او شو رايك بالموضوع؟ هلا الكيس المبيض وقت اللي بينفجر او بيصير انسقاب فيه اغلبيه الاحيان بيكون عباره عن نزف خفيف بترافق مع وجع بطن. طبعا اهم شيء انه وقت تيجي انت او المريض سوري بيجي على الطوارئ ينعمل له الترا ساوند ويتشخص، يشوف قديش كميه النزف ويتاكد انه فعلا هو بس من كيسه المبيض.
في بعض الحالات القليلة جدا جدا نحتاج نعمل عملية مباشرة إذا كان نزف شديد وعم يأثر على كمية دم الإنسان، يعني بمعنى أنه هل الضغط عم ينزل، هل الهيموغلوبين أو الخضاب تبع الدم عم ينزل. إذا كمية الدم كافية أنه تعمل تغير بالضغط، إذا المريض بحاجة لتدخل جراحي، بس أغلبية الأحيان ما بنحتاج نعمل عملية مباشرة. الشيء الثاني المهم بالأكياس المبيض هو حجم كيس المبيض، هل هو كيس المبيض عم يعمل مشاكل مع المريضة أم لا. الشيء الثاني شكله لهالكيس، هل هو مثلا ممكن نشك بوجود أي مشاكل تانية، هل الجدار تبعه سميك، هل محيطه أنه شكله دائري ومريح طبعا هذا كله ببين بالألتراساوند أو بالإيكو. بس بالنهاية وقت بيجينا مريض ونعمل له ألتراساوند بالإميرجنسي، وإذا كان الكيس المبيض مفجور ونازف شوي، أغلبية الأحيان بنحط المريض أو المريض طبعا المريضة بنحطها تحت المراقبة، نعمل لها أدمشن وقبول داخل المشفى لمدة 24 ساعة وبراقبه، ومش بداعي أنه تنعمل لها عملية. طب دكتور، في كمان عندنا من صند الانستغرام بالنسبة لأوجاع العمود الفقري ممكن يفوت على الطوارئ؟ بالنسبة لأوجاع العمود الفقري طبعا قليل جدا 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 جدا، ممكن وفي احتمال يعني يكون بحاجة عملية؟ كعملية طوارئ للعمود الفقري طبعا أغلب أسباب العمود يعني آلام العمود الفقري اللي بتجينا على الطوارئ ممكن يكون تشنج العضلات اللي حول العمود الفقري أو ديسك. هلا الديسك في عنا مراحل او في عنا درجات، وقت بيكون الديسك شديد وعامل ضغط على الاعصاب احيانا كثير بيجينا على الطوارئ مريض بيكون عنده الالم شديد جدا كثير لدرجه انه تقييمه من 10 درجات ممكن يكون 9 او 10. طبعا بهيك حاله هلا انه ندخل المريض على الطوارئ على العمليات مباشره طبعا لا يفضل ذلك. السبب اول شيء يفضل انه نجهز المريض من ناحيه الامراض الثانيه، أنه نجهز له هل هو معدته فاضي بيتحمل تخدير أم لا، القلب مضبوط أم لا. فيفضل ما نعرض المريض لعملية أو للخطر أنه نعمل له عملية طوارئ إميرجنسي، وفينا نحن نتجنب الموضوع دوما. نحن بنحاول نتجنب أنه نعمل عملية بصفة طوارئ أو بصفة إسعاف، لأنه دوما بيكون عنده مشاكل أكثر من العملية العادية. هذا بالنسبة للآلام العمود الفقري. تمام. طب دكتور، يعني شو الشيء الخطير بالقرار انك تقول انه لازم في عمليه؟ يعني شو الشيء الخطير وشو الشيء العادي؟ انه في عمليه عادي وفي عمليه خطيره. طبعا وقت بيجينا مرضى كثير بنشوف انه المرضى وقت اللي بدهم يعملوا عمليه اوريدي هن بيعرفوا فرضا انه بحاجه لعمل جراحي. احيانا المريض انه بيلح انه نعمل العمليه مباشره. هلا ليش ما بنعمل كثير عمليات طوارئ اذا فينا؟ طبعا السبب اولا المريض بده يجي معدته ممكن يكون اكل، طبعا هذا بيعرضه لخطر الاستنشاق او انه دخول الطعام من المعده الى الرئه وقت اللي بنعمل له عمليه تخدير. هي واحد. الشيء الثاني مثلا مثل عمل الكولون والامعاء بتكون فيها اكل او بتكون فيها فضلات، فوقت اللي بنعمل عمليه مثل عمليات الكولون او الامعاء او حتى المعده طبعا هذا بيعرض الخياطه او محل الخياطه لخطر انها تنفتح، لخطر الالتهاب، لخطر التهاب البطن كله، لذلك بيزيد خطر العملية بشكل كامل. الشيء الثالث واللي هو كتير مهم انه المرضى مو بس بيكون عندهم عمل جراحي، بيكون احيانا معهم امراض موجودة قبل مثل مرضى القلب، مثل مرضى الرئة، مرضى الضغط، فهودي احيانا كتير ما بيكونوا عم يتعالجوا او ما مكتشف عندهم هالمرض هذا او السكري مثلا، فوقت اللي بيجوا على الطوارئ لسبب تاني بنكتشف انه والله عنده هو مشكلة بالقلب او مشكلة بالضغط. طبعا المفروض نحن نعمل نحاول نضبط الضغط او نضبط امراض القلب بالادويه، والادويه ما بتاخذ مفعولها خلال يوم او يومين، بده ينأخذ فتره معينه حتى الضغط يستقر. فلذلك وقت نعمل عمل جراحي لمريض ضغطه مثلا 250 او 300 او حتى 180 ما نعمل له عمليه ولو بسيطه طبعا بسبب الضغط رح يرتفع عنده الخطر. لذلك دوما نحن بنعمل موازنه بين خطر العمل الجراحي نفسه وخطر التخدير. عموما الحالات الطارئه اللي بتحتاج عمليه يكون التخدير موضعي ولا هلا طبعا نحن بنحاول نعمل بشكل عام هلا بشكل عام بنحاول نحن نعمل العمليات قد ما قدر ما نستطيع انه تحت التخدير الموضعي، بس طبعا كثير منها بتكون تحت التخدير العام خاصه عمليات البطن. لأن عملية مثلا مثل عملية الزايدة أو عملية العمليات الكولون اللي بتكون بشكل إمرجنسي غالبا الوقت مهم، والشيء الثاني ما فينا نعملها نحن إلا بتخدير عام.
بعض العمليات القليله جدا واللي هي اكثر شيء بنشوفها بالامرجنسي عمليات الخراجات، التهابات الجلد والخراجات، ممكن تنعمل تخدير موضعي. طب دكتور الكسور، يعني الكسور اليد او الرجل او اي كسر بالمفاصل، هل تعتبر من العمليات الطارئه؟ طبعا الكسور كلها تعتبر من العمليات الطارئه، لازم تنعمل خلال اقل، يعني في بعض العمليات تنعمل خلال ساعات، طبعا كل ما كان الوقت اسرع كل ما كان احسن، او في عمليات ممكن تنعمل خلال 6 ساعات، بس كلها تعتبر عمليات. طبعا إيه بال طبعا ننتبه المشاهدين انه حالات الكسور اللي بتحتاج عمل جراحي، لانه اغلبيه الكسور ما بتحتاج جراحه، بتحتاج تثبيت، وفي بعض الحالات بتحتاج عمل جراحي. الوقت اللي بتحتاج عمل جراحي طبعا يفضل تنعمل باسرع وقت ممكن. تمام. طب دكتور ممكن نحكي عن الفئات العمريه اللي يعني اللي معدلها اكبر انه تحتاج لعمليه؟ طبعا هي اكثر اعمار ممكن، يعني اكثر مرضى بيدخلوا على الطوارئ بحالات مرضيه تنتهي بعمل جراحي هن الاعمار المتوسطه، يعني هي الاعمار فينا نقول بين الأربعين والخمسين سنه، والدراسات او الاحصائيات بتقول لك بالضبط بالعمر ال 45 سنه. طبعا ليش بهالعمر هذا بنشوف اكثر الحالات الجراحيه؟ لانه هون بتبدا الامراض تظهر، يعني ممكن مريض يكون معه فرضا قرحه هضميه او قرحه بالمعده، ما بتبدأ تعمل مشاكل وتوصل لمرحلة الجراحة إلا بعد 10 سنوات أو 15 سنة، لذلك غالباً بهذا العمر. الشيء الثاني مثلاً حالات الوقت الواحد بيقضي على 40 سنة من حياته، في كتير مرضى رح يكون عندهم عاملين عمليات قبل مثل عملية زايدة مثلاً، فرح يجينا بمرضى بالتصاقات أمعاء، يجينا بانسداد أمعاء واللي هي أخطر كتير من عملية الزايدة اللي بيكون عاملها من 10 أو 20 سنة ماضية. طب دكتور الحوادث نفس البروسيس او نفس لا الحوادث مختلفه تماما. هلا بالنسبه للحوادث طبعا احنا طبعا المشافي الحكوميه هون متخصصه بالحوادث، المشافي الخاصه طبعا ما بيستقبلوا كثير حوادث. المهم بالنسبه لحوادث السير في نوعين من الطوارئ، نوع الطارئ هو اللي بيحتاج عمل جراحي مباشره، حتى احيانا ممكن نعمل عمليه خلال دقائق. طبعا هي الحالات اللي بيكون فيها تمزق باحد الاحشاء خاصه الطحال بشكل اساسي اكثر شيء بنشوفه، الكبد، تمزق الامعاء نتيجه التصادم. طبعا اي مشكله فيها نزف او انسقاب جزء من اعضاء جسمنا داخل البطن طبعا هي عمليه بتحتاج عمل جراحي، ممكن يكون احيانا خلال دقائق من دخول المريض، حتى احيانا كثير ندخل يعني بدون اي فحوصات ممكن بسبب مثلا تمزق ابهر، هذا احيانا نعمل عمليه هي بسموها يعني نعملها خلال اقل من دقيقه بنكون فاتحين البطن وواصلين للابهر ونعمل عمليه جراحيه. طب دكتور في عنا مرض شائع بالطوارئ هو استئصال الامعاء، يعني هل هو خطير؟ هل هو طيب هلا ممكن تشرح لنا عنه بس شوي؟ طبعا هلا اخر دراسات حول موضوع العمليات الجراحيه الطارئه، يعني في دراسة عملوها في 500,000 عملية، عملنا دراسة لنصف مليون عملية طوارئ وشفنا احنا التصنيف هالعمليات ليس من ناحية انه اكثر شيء موجود، لا من ناحية ما هي خطورتها، الاكثر شيء خطر للاقل خطورة. طبعا اكثر عملية خطرة وفعلا بتواجهنا وبتواجه المريض ولازم تكون لك اي مريض يعني تنأخذ بشكل يعني جدي هي عمليات الكولون. طبعا عملية الكولون كتير هي موجودة صارت، وخاصة وقت بيجي المريض بحاجة لعملية على الكولون للطوارئ. طبعا كتير بنشوف المرضى وهن بيكونوا متوسط وما بعد متوسط العمر، وبيكونوا غالبا منتجين وعندهم عمل وعندهم شركاتهم، فجأة بصير معه انسداد أمعاء أو بصير عنده انسقاب أمعاء، وخاصة هلا شفنا نحن انتشار كتير سرطان الكولون، فسرطان الكولون كتير بيجينا بحالة إمرجنسي، ما بيجي المريض مكتشف عن طريق تحليل أو بيجي على الطوارئ بحالة انسداد أمعاء. بيكون هو المريض مو عارفان لسه انه معه، مش عارفان يعني طبعا للمرة الأولى. تمام. طبعا ليش الخط يعني حطينا الموضوع هلا كثير في ناس بتقول طيب الزايدة منتشرة أو موجودة أكثر من التهاب من الكولون نفسه، بس من ناحية الخطورة ومن ناحية تأثيرها على حياة الإنسان طبعا الكولون، وهذا والعمليات الجراحية على الكولون بالإسعاف طبعا هي مهمة جدا. طبعا ليش هي خطيره؟ لانه اولا المريض بيجي الكولون بيكون عندنا ممتلئ بالفضلات، ممتلئ بالطعام، واي خياطه على الكولون بهي الموضوع هذا راح يكون ياثر على المريض ما بعد العمليه، فبتنفك الخياطه. لذلك كثير بتسمعوا انه والله واحد عملوا له عمليه شالوا له جزء من الكولون
وعملوا له فتحة على جدار البطن. طبعا مسميها كولوستومي او فتحة على جدار البطن من الكولون. طبعا بصير الفضلات تطلع على ضمن نحطها ضمن كيس مخصص للموضوع. طب دكتور يعني انا بس بدنا هيك نعطي رسالة للمتابعين انه نحن عم نحكي عن موضوع مطمئن، يعني هو مو موضوع شيء ليخافوا منه. فيعني كيف بتطمنوا للمتابعين انه هذا الشيء طبيعي عادي ممكن يصير باي وقت وباي حال، يعني ما شيء هو خطير يعني. طبعا هي اهم شيء انه نحن كيف نتصرف. مثلا بالنسبه لالام البطن خصوصا اذا كان، يعني انا اسف على المقاطعه بس، خصوصا اذا كان المستشفى مهيئ، يعني عفانا رايح المستشفى مهيئ بهذا الشيء. هي اهم شيء نحن بنشوف من خلال يعني خبرتنا بالمشافي انه المريض وقت بصير معه وجع مثلا او الم بالبطن او والالم حاد او انه مهم، طبعا لازم يراجع المشفى او الطبيب بغض النظر اي دكتور. بالبدايه يشوف الدكتور، هلا اي دكتور وقت اللي عم طبيب الطوارئ وقت بيحس انه المريض او خلال الفحص بيشوف انه المريض بحاجه لعمل جراحي راح يتم تحويله للجراح. طبعا مثلا التهاب الزايده او انسداد الامعاء او التهاب المراره، كل هاي الامراض ممكن تصير مع اي واحد منا وباي لحظه. طبعا لازم يكون عندنا ولو فكره بسيطه عنا بحيث انه نحن ما نتفاجئ بهيك امور ونكون مستعدين، وخاصه بالنسبه للاطفال فينا نقول الاعمار 14 15 سنه لحوالي 20 سنه كثير بصير معهم التهاب زايده، ووقت اللي بتصير طبعا الاهل لازم يعني نتقبل الموضوع. وبالنهايه العمل الجراحي حالات الطوارئ هو عمل جراحي لإنقاذ الحياة، لأنه إذا ما عمل حياة المريض ممكن تنحط على الخطر، لذلك يفضل إنه الواحد يعمل عمل جراحي. فهو يعني نحن بالنسبة لنا هذا القرار هو بالعكس يعني لمصلحة المريض، يعني وقت أنا الطبيب لأنه عم نشوفه طبيبين بالأخير، عم نشوفه الطبيب المناوب طبعاً، طبيب الطوارئ بالأحرى وطبيب جراحي، فيعني هو قرار طبيبين و اكيد اكيد. ولا اتوقع يعني انه يكون طبعا ان المريض بيحتاج لعمل جراحي بشكل طارئ. المريض هذا راح يتم فحصه من قبل طبيب قلب ومن قبل طبيب داخليه ومن قبل طبيب تخدير نفسه، طبعا هذا قبل العمل الجراحي اذا كانت الحاله ممكن تتحمل هذا الوقت. فبالنهايه طبعا بيكون في فريق من الاطباء هو اللي بيحدد انه المريض ممكن نحن ندخله على العمليه وقديش ممكن نساعد المريض ليعمل عملية بسلام ويطلع من المشفى بدون مشاكل. طب دكتور كمان في عندهم احدى متابعين على الانستغرام بيقول بيصير عندي الام بالبطن كثير، يتوجه للطوارئ ولا يتوجه لوين؟ يعني وين شو بتنصحه؟ طالما عم يقول عم يصير عندي كثير، يعني بيصير متكرر، طالما متكرر ومانه هلا بالنسبه للوجع بشكل عام نحن بنقيمه من 1 لـ10، فالمرض الخفيف هو من 1 لـ2 أو 3. طبعا في يراجع اي دكتور موجود، حتى في راجع الطوارئ، طبعا الطوارئ موجوده اي مكان. وقت تدخل انت على الطوارئ في مثل المرحله بسموها هي تقييم المرض نفسه، وهني ناس متخصصين انه يقيموا كل مريض يشوفوا انه هالمريض هذا فعلا بحاجه للطوارئ ام في انه يروح على الدكتور الاخصائي مباشره. والحمد لله نحن بالمشفى السعودي الالماني او حتى بالامارات بشكل عام المشافي بنقدم الخدمات دوما، يعني حتى الطوارئ نفسها فيك تفوت على الطوارئ، واذا كنت ما لك بحاجه للطوارئ راح يحولوك على العيادات وبتشوف المريض غالبا بنفس اليوم او ممكن ثاني يوم. واذا كنت فعلا بحاجه للطوارئ فيك مباشره راح يحولوك على تدخل على طبيب الطوارئ. لذلك الامور سهله كثير، يعني الانسان بدل ما يتعذب وينتظر وموعد فيك تروح مباشره على الطوارئ، يشوفك دكتور طوارئ وتخلص مشكلتك خلال نص ساعة أو ساعة. في أحد متابعين على التويتر عم بيقول أنا عندي مرض ديسك وفي عنده سؤال عن الديسك. yes. نعتذر منه بس اليوم موضوع حلقتنا عن طبعا بده يسأل الدكتور الجراحة العصبية. إن شاء الله بالحلقات القادمة نستضيف طبيب جراحة عصبية. طبيب جراحة عصبية وممكن يسأله بكثير. في عنا دكتور رشيد قدسي، هلا في عنا هو كونسلتنت استشاري جراحة الأعصاب. طبعا الديسك تحديدا هو الحالات التابعه للجراحه العصبيه. دكتور تحكي لنا عن المراره وقت بيجي مريض على الطوارئ معه المراره. تمام. المراره قصتها يعني قصتها كثير مهمه. السبب انه المراره موجوده كثير وكل المرضى او نسمع كثير فلانه شالت مرارتها، طبعا بيصيب النساء اكثر من الرجال.
بس بسيب الرجال والنساء. طبعا ليش نحط المرارة بهالمكان هذا؟ انه هل نحكي عنها كعملية تحتاج تنعمل عملية بشكل طارئ؟ واليوم السبب انه المرارة وقت تحتاج عمل جراحي بشكل طارئ فهي بتكون خطيرة، بينما وقت بتكون ما أنا ملتهبة ولا عملي انسداد تكون عملية سهلة. هلأ طبعا الطب نفسه حتى بيتغير، أو الجراحين بتتغير حسب أنواع الدراسات اللي بنعملها وحسب النتائج اللي بنحصل عليها. فآخر كم سنة أنه صارت المرارة وقت تجي المريض ملتهبة مرارته والالتهاب خلال أقل من 24 ساعة ممكن نعمل له عملية جراحية مباشرة وبأمان، بينما وقت بيجينا مريض مرارته ملتهبة أكثر من 24 ساعة والالتهاب شديد طبعا العملية رح تكون خطيرة، لأنه بصير حول المرارة منطقة كلها ملتهبة، بصير تعرض المريض للنزف أكثر، بصير تعرض المريض للانسقاب أكثر، ولذلك ساعتها من أجلها وممكن ننتظر حتى شهر لنعمل العملية. طبعا هي بالنسبة لي المرارة. طب كمان في عندنا موضوع ممكن كثير مهم بهذا الموضوع اللي هو القولون. الكولون، هلا حكينا عن الكولون طبعا اكثر سبب نركز عليه مره ثانيه طبعا الاسباب رح نحكي هلا اكثر الاسباب اللي بتسبب عمليات جراحيه للكولون طبعا الاورام بشكل اساسي، انسداد الكولون والالتصاق الامعاء اللي بيسبب ايضا انسداد الكولون. طبعا منطقه فينا نقول منطقه العربيه او الشرق الاوسط في عندنا نحن انتشار سرطان الكولون ما له قليل وموجود بشكل يعني مهم، او بيجينا مرضى كثير على الطوارئ بانسداد امعاء بسبب سرطان القولون وبيكون اول مره يكتشف. طبعا مثل ما حكينا من حوالي 10 دقائق حول موضوع انه ليش عمليه الكولون بالطوارئ بتكون أسوأ من عمليه الكولون بدون طوارئ، بسبب انه الكولون بيكون ممتلئ بالطعام وبالفضلات وراح ياثر هذا على الجراحه وعلى الخياطه مع بعد العمل الجراحي، بيزيد نسبه الالتهابات، بيلتهب الجرح اكثر، ممكن نضطر نعمل له فتحة على جدار البطن. لذلك الكولون يعتبر من الأمراض المهمة ولازم نأخذها بعين الاعتبار. تمام. في متابع عوض على الفيسبوك عم يسأل أنا عندي ألم فظيع في الجنب الأيمن فوق القطنية ومش قادر أقعد، يعني شو بتنصحه لو تتجه للطوارئ تتجه للطبيب؟ طبعا هو طالما هو الألم شديد وفوق القطنية، فوق القطنية إذا صحيح. فلذلك هي ممكن يكون والله اذا فوق القطنيه وبالظهر طبعا ممكن يكون ديسك او تشنج او حتى بعض الاعصاب مضغوطه، طبعا لازم يراجع مكان يكون في طوارئ او في طبيب عصبيه يشخص المرض. تمام دكتور، يعني بجرد سريع مثلا بيقولوا عن الموضوع الحلقه اليوم، ممكن بس هيك يعني اعاده شرح لكل المواقف اللي وقفنا عندها. هلا اولا اول رساله ممكن ناخذها انه المريض وقت اللي بصير عنده شكوى او مرض او الم شديد ما يضيع وقته بالاطباء هون وهون، يروح على مشفى مجهز، لانه هي الحاله بتعتبر، لانه المريض نفسه راح يروح على دكتور ثاني، ممكن انا اعرف دكتور بعياده راح يمشي لي اموري، نو لا، يفضل تروح على مشفى مجهز ياخذوك من البدايه. الشيء الثاني اللي هو وقت بيصير معنا شغله خطيره بالبطن، وجع شديد بالبطن ما كان عندي انا موجود قبل، او مثلا انتفخ بطني بشكل واضح وانا ما كان عندي مثلا قبل بساعة ما كان عندي هذا الشيء، اذا المريض عنده مشكله حاليا هي مشكله طارئه او نحن نسميها اسعافيه. دوما يعني المرضى لازم يحطوا ببالهم اي شكوى بتاخذ ساعات وبتكون شديده طبعا هي بتكون خطيره. يعني انا ما عندي اي مرض ولا عندي اي شيء وفجاه بدا الوجع عندي وجع شديد كثير وخلال اقل من ساعه، طبعا اكيد في عندي مشكله لازم اراجع فيها المشفى. طبعا افضل جواب ويكون المريض مطمن هو يروح على الاسعاف ثم الاسعاف يعني الطوارئ. الدكتور هونيك او النيرس الموجود راح تشوفه اول مره وبعدين الدكتور، هن الوحيدين اللي راح يكون عندهم قدره انه يساعدوه بسرعه وبشكل راح نقول فعال، انه يعرف راح يحتاج عمل جراحي ما يحتاج عمل جراحي، ممكن ياخذ دواء ويرجع على البيت، ممكن ما يحتاج شيء يرجع على البيت، بس بالنهايه بيكون مطمن وما بيعرض حاله لاخطار ما في داعي لها. دكتور انا بس عندي سؤال، شو الفرق بين المريض يروح على الطوارئ او يروح لعند الدكتور تبعه؟ طبعا الفرق يعني بس هذا السؤال. طبعا الحالات قيمه المريض بيروح على العيادات
وقيمه المريض بيروح على الطوارئ. هلا العيادات بشكل عام اغلبيه المشافي طبعا حتى بكل الامارات وبما فيها نحن المشفى الالماني السعودي بالشرقه، العيادات هي للمرضى المانون طوارئ، المانون امرجنسي، هو المريض اللي عنده مشكله موجوده من يومين ثلاثه اربعه خمسه من سنه سنتين شغله وما انا مزعجه، يعني مريض عنده كتله بالجلد او عنده وحمه او عنده سؤلول او عنده مثلا فتق قديم كتير وما عنده مشاكل، ممكن يروح على طبيب الجراحه بالعياده. اي مشكله مرضيه او اي مشكله في شك عند المريض طبعا يجي على الطوارئ. يعني انا خليني اسالك سؤال، اذا مريض عم يجع بطنه وجع شديد بس محمول، ايه هلا المريض بشكل عام يروح على الدكتور يراجع الدكتور العيادات العاديه ولا الطوارئ؟ لا هلا اذا الوجع محمول وله سنه وما غير طبعا في روح على العياده لانه معه وقت، بينما اذا الوجع محمول الي عندي وجع محمول سنه وفجاه صار الوجع شديد، اذا دليل انه تغيرت طبيعه المرض، ممكن كان المريض والله عنده مثلا تضيق بالامعاء وفجاه صار عنده انسداد، لذلك يفضلوا على الطوارئ. بكل الاحوال الافضل رساله ممكن الانسان ياخذها، في المريض يتوجه دوما على الطوارئ، وفي عندنا ناس نحن متخصصين هن بيحددوا هالمريض هذا بحاجه لطوارئ ام لا. بس الحالات القديمه والله مريض عنده مثلا فتق له فتره طويله، المريض شافه دكتور ثاني وقال له لازم تراجع دكتور جراحه، ممكن يعمل موعد مع العيادات ويراجع العيادات. يعني تقريبا احنا شارف وقتنا على الانتهاء، فيعني اذا في عندك شيء نصائح لمتابعينا اخيره فينك تنصحهم فيها؟ يعني طبعا اهم نصيحه نحن مش من 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 بننقلها للناس اللي هي طبعا حاله المريض الصحيه، كل ما عملنا عمل جراحي اسرع كل ما كان احسن. طبعا في بعض الحالات تاخذ معنا ساعات وفينا المريض يتحمل وما راح تاثر على اي شيء من ناحيه النتيجه، بس بالنهاية يعتبر المريض انه دوما الطوارئ هي ليست بس انه هي طوارئ او امرجنسي للحالات العادية، في يعني دوما جراح طبعا مش بس زكام ورش حرارة، لا في جراحين موجودين، هدول الجراحين مستعدين 24 ساعة من كل الاختصاصات طبعا، يعني مو بس من جراحة البطن او جراحة الصدر، في جراحة الاعصاب وجراحة العظام، يعملوا عمليات جراحية ويكون المريض بامان على مدى 24 ساعة. والحمد لله نحن الخدمات اللي بنقدمها موجودة على مدى الساعة، يعني على مدى الـ 24 ساعة، فالمريض عنده قدرة بأي وقت يجي ويشعر هو بأمان، وما يهم المريض إنه هلا وأنا والله بحاجة لطبيب بكرة بروح لعند دكتور أو والله براجع الدكتور بالعيادة، وقت اللي بحس إنه الحالة فعلاً عاملة له قلق أو إنه ما أنه مرتاح أو إنه الألم شديد طبعاً، لا يروح على الطوارئ ويخلص من القصة. طبعا كان معنا الدكتور علي الحسن اخصائي جراحه عامه وجراحه المناظير من المستشفى السعودي الالماني حاليا بالشارقه، صح؟ بالشارقه، ان شاء الله خلال ايام رح نبدا باستقبال المرضى، طبعا رح نعلن على الموضوع. حلو. والمشفى صار جاهز من كل من ناحيه الطاقم الطبي والاخصائيين والاستشاريين، ومن ناحيه طبعا التجهيزات جبنا احنا احدث التجهيزات الموجوده بالعالم تقريبا، والحمد لله ان شاء الله خير. ما شاء الله ويعني انا متاكد انه الدكاتره كفاف يعني كمان. ان شاء الله بنتشكرك واكيد متابعينا بتشكروك واستفادوا، بنتشكرك باسم الامارات اليوم، بتشكرك انا باسمي شخصيا مهران كيالي على وقتك وعلى يا اهلا وسهلا، شرفتونا، شكرا جزيلا لكم.